حبيكم مشاهدينا الكرام، نعود بعد هذا الفاصل لنتواصل ونتابع بقية فقرات صباح الشروق. تحياتنا لكل الذين انضموا للمتابعة مع عدد من الفقرات، الملف الرياضي والملف السياسي. أكيد أهلا بك مرة ثانية كل التيم العامل بالتأكيد، وتحية إلى الزميل والمحلل السياسي والصحفي بليق حسب الله حسب الرسول هو محبوب. بارك الله فيكم، تحياتنا لكم وتحياتنا للجميع المشاهدين. أهلا بك. حبيبك أستاذ بليق، مدير التحرير بموقع الشروق دوت نت. نبدأ معك أول أخبارنا على موقعنا على الإنترنت الشروق دوت نت. قيادي بالأمة يتفائل بنجاح جولة المفاوضات المرتقبة بجوبا. أكد مسؤول ملف دولة جنوب السودان بحزب الأمة جناح الفاضل آدم عيسى عبد العزيز أن السودان ودولة جنوب السودان وضعتا عملية السلام وإنهاء الحروب أولوية استراتيجية للتنمية والاستقرار، وعبر عن تفاؤله بنجاح جولة المفاوضات المقبلة بعاصمة جنوب السودان جوبا. وامتدح في تصريح صحفي اللجنة العليا للتفاوض وفريق التفاوض على الخطوات المتقدمة مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية شباب. وتستأنف الحكومة السودانية والجبهة الثورية في 21 من الشهر الجاري جولة المفاوضات من أجل الوصول إلى التسوية في كافة القضايا وإلحاق حملة السلاح بالحكومة الانتقالية. وأشار إلى الجهود التي تقوم بها لجنة التفاوض بدولة جنوب السودان برئاسة المستشار الأمني بدولة جنوب السودان فريق توت ألواك لما لعبوه من دور كبير في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة. يعني هذا التفاؤل بالتأكيد هو مردود بالنجاح لهذه المفاوضات بجوبا، وهي مرتقبة يعني إيجابية كبيرة جدا، والناس منتظرة يعني متفائلة. بالتأكيد ما في 2-3 من الناس منتظرة، وأنه الجولة المقررة في 21 نوفمبر المقبل سبق عمل كبير ما في ذلك شك، سبقتها تحركات معكوكية للوفد الوساطة الخاص بحكومة جنوب السودان بقيادة المستشار الأمني للرئيس الفاكر مياردات توت بولواك الذي ظل بين روحة وجاية إلى الخرطوم وجوبا وإلى عواصم مختلفة للقاء قادة الحركات المسلحة، سواء كانت الحركة الشعبية الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو أو الفصائل الجبهة الثورية تحالف الجبهة الثورية. بالتأكيد المفاوضات سبقت عمل كبير، والجولة المقبلة جولة مهمة جدا وجولة مفصلية في عملية السلام التي ظل ينتظرها الشعب السوداني والتي ظلت بنت عليها الحكومة الانتقالية آمال عراض جدا، وأن الحكومة الانتقالية وضعت السلام على رأس أولوياتها وكرست جهدها كله في الفترة السابقة منذ إعلان جوبا وقبل إعلان جوبا والتحضير الذي يجري الآن للجولة القادمة. الآن دخلت سبقت الجولة طبعا لقاءات بين وساطة جنوب السودان والحكومة الانتقالية ممثلة في مجلس الوزراء وممثلة في الفريق التفاوضي بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دبلو حميتي. سبقت اللقاءات في وفد الوساطة جنوب السودان لقاءات كثيفة في الخرطوم. الآن عقب هذه اللقاءات التي جرت مع المبعوث الأمريكي خلال اليومين الماضيين في الخرطوم، شملت الفريق التفاوضي وشملت رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والآن المبعوث الأمريكي وصل إلى أديس أبابا للقاء قيادات الجبهة الثورية التي وصل أغلب قيادتها إلى أديس أبابا. اليوم منتظر أن تجري لقاءات بين المبعوث الأمريكي وقادة الجبهة الثورية، وكل ذلك يصب في الترتيبات التي تجري للجولة المقبلة، لأنها جولة زي ما قلت جولة حاسمة وجولة مفصلية بتناقش ملفين مهمات جدا في العملية السلمية اللي هو ملف الترتيبات الأمنية بالإضافة إلى كيفية إلحاق الحركات المسلحة بأجهزة الحكومة الانتقالية وعبر المسارات المعروفة، المسار الأول الخاص بالجبهة الثورية وهي حركات تضم حركات من دارفور، حركة مني أركو مناوي، بالإضافة إلى حركة
حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، بالإضافة إلى حركات أو فصائل من شرق السودان. إذن هذا المسار يضم دارفور ويضم شرق السودان، بالإضافة إلى المسار الآخر اللي هو هذا المسار يضم أيضا الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار وهيزو أصيل من الجبهة الثورية، بالإضافة إلى المسار الآخر الذي يضم الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو. حلو. ننتقل لخبر آخر في هذه الجولة. الكويت ترسل طائرة إغاثة محملة بالأدوية للسودان. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية يوم الجمعة وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط على إطلاع طائرة إغاثة من قاعدة عبد الله المبارك الجوية إلى السودان، وعلى متنها 10 أطنان من الأدوية وحليب الأطفال. وقال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في الجمعية يوسف المعراج في تصريح صحفي، قال إن المساعدات الإغاثية تأتي استكمالا للمساعدات السابقة التي قدمتها الكويت عبر الجمعية بتوجيهات من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد. وأشار المعراج إلى تعرض السودان في أغسطس الماضي إلى سيول في عدد من الولايات تسببت في نزوح كبير وأضرار يعني فادحة بالممتلكات، واضحا أنه سيتم التنسيق مع الهلال الأحمر السوداني لإيصال الأدوية إلى المستشفيات للعلاج والاطلاع على الاحتياجات لتوفيرها خلال الأيام المقبلة. نتحدث عن علاقات السودان الكويتية خصوصا في الشق الإنساني، والكويت هي دولة السلام العالمي، يعني ما في ذلك شغل. الكويت لها علاقات قديمة ومتجذرة مع السودان. الكويت دائما سباقة في مثل في المواقف الإنسانية تجاه السودان. الكويت كانت من أوائل الدول التي أرسلت إغاثة في أيام الفيضانات الأخيرة التي تضرر منها الكثير من المواطنين في ولاية الخرطوم وغيرها من الولايات. الكويت أرسلت طائرتين إغاثة ووصلت الدعومات الكويتية للمتأثرين في مناطقهم، والآن الكويت تواصل دعمها للسودان بإرسال الطائرة الأدوية، والآن بعض الولايات تعاني من كوارث المخلفات الفيضانات زي مرض الكوليرا في ولاية النيل الأزرق والذي تم احتوائه تماما، بالإضافة إلى الأمراض الأخرى في ولايات نهر النيل والبحر الأحمر وغيرها، والتي تزع الآن وزارة الصحة لاحتواء. الكويت دولة لها علاقات قديمة مع السودان، وهي دولة شقيقة ودولة ظلت دائما مع السودان في خندق واحد في منذ تاريخ بعيد جدا. الكويت من الدول التي ظل دعمها حتى في أيام في أسوأ الأيام العلاقات بين البلدين، دعمها لم ينقطع من السودان. الكويت من الدول التي ظلت تزعى في عملية السلام في السودان في فترات سابقة، وظلت من الدول التي قدمت دعم كبير جدا في مؤتمر المانحين الذي أعقب توقيع اتفاقية السلام نيفاشا، الاتفاقية الشهيرة في عام 2005. إذن الكويت كانت دائما قريبة من السودان في كل المحافل وفي كل الأوقات. منظمة دولية 200,000 طفل يعانون بسبب الفيضانات في جنوب السودان. قالت منظمة أنقذوا الأطفال العالمية يوم الجمعة إن هناك أكثر من 200,000 طفل يعانون من أوضاع صحية بالغة الخطورة بعد أن تشردوا بسبب الفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من دولة جنوب السودان. وأوضحت المنظمة في بيان لها الجمعة، وصلت الفيضانات في جنوب السودان مرحلة الناس على مغادرة المنازل للمناطق العالية التي يتواجدون فيها حاليا، وهم في أمس الحاجة للمأوى، والجماعات المتضررة من الشرائح الضعيفة مثل النساء والأطفال. وأضافت أنها تشعر بقلق كبير بشأن الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم مما يعرضهم لمخاطر متزايدة، كما فقدت العديد من الأسر مستنداتها الثبوتية بما في ذلك شهادات الميلاد، الشيء الذي يمكن أن يحول دون حصولهم على الخدمات الحيوية مستقبلا.
ورحبت المنظمة بإعلان حكومة جنوب السودان حالة الطوارئ واستجابة للفيضانات الحالية، كما حثتها على دعم هذا الالتزام من خلال توفير الأموال المطلوبة لمساعدة المتضررين من الفيضانات، وطالبت المجتمع الدولي بتقديم المساعدات اللازمة للاستجابة للجهود المبذولة لمساعدة الأطفال المحتاجين وأسرهم. يبدو أنه يعني ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية يعني مؤثرة هذا العام بشكل كبير جدا على عدد من الدول. دولة جنوب السودان يعني منكوبة هذه الأيام. نحن يعني نعلن أيضا تضامننا ووقفتنا مع أهلنا الجنوبيين في هذا الأمر. كيف يمكن للسودان وغيره من الدول الصديقة أن تقدم المساعدات اللازمة في هذا الأمر في خصوص موضوع الفيضانات؟ يعني طبعا أغلب المناطق التي تأثرت من الفيضانات في جنوب السودان هي في ولاية عالي النيل، بالإضافة إلى ولايات أخرى قريبة، وولاية عالي النيل من الولايات المتاخمة للسودان ما في ذلك شك. والآن السودان يستضيف أكبر عدد من أبناء جنوب السودان في سواء في معسكرات اللجوء المعروفة في ولاية النيل الأبيض، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من لاجئي جنوب السودان في العاصمة الخرطوم وفي كل المدن الكبيرة. السودان ظلت حدوده مفتوحة لأبناء جنوب السودان منذ وقوع الأحداث التي أدت إلى الحرب التي عقبت اتفاقية السلام في انفصال جنوب السودان، والتي أدت إلى الحرب بين فصيلي مشار والحركة الشعبية بقيادة ثلفا كير، بالإضافة إلى أن السودان بذل جهود كبيرة في عملية السلام بين الأطراف المتحاربة في جنوب السودان إلى أن توجد باتفاقية السلام. السودان له جهد كبير جدا في ملف جنوب السودان. السودان ظل فتح الحدود في أكثر من مناسبة من أجل وصول الغذاء إلى جنوب السودان، هذا فيما يخص السودان. أما فيما هناك طبعا دعم كبير وصل من بعض الدول العربية، بالإضافة إلى أصلا وجود المنظمات الإنسانية الدولية الموجودة في جنوب السودان، وحالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس سلفا كير مياردات تسمح بالوصول للمساعدات لجنوب السودان، لكن الوضع أظنه هذه المرة فيه نكبة كبيرة جدا، وكثير من الضحايا وكثير من المتأثرين سقطوا جراء الفيضانات التي اجتاحت جنوب السودان. نسأل الله أن يلطف بشعب جنوب السودان الذي عانى من ويلات الحروب وعانى من ويلات التشرد والنزوح، بالإضافة إلى نكبات الفيضانات. نتمنى برضو يعني تكون هنالك ضمانات يعني وصول هذه الدعومات للمواطن مباشرة، لأنه في بعض المرات بيكون في شكك في إنه هذه الإغاثة أو هذه التفاصيل تصل للمواطن مباشرة سواء كان في السودان أو جنوب السودان. بالتأكيد لابد من أن المنظمات تراقب وصول المساعدات إلى مستحقيها، وطبعا الذين تأثروا في مناطق نائية ومناطق بعيدة جدا الأمر يحتاج إلى مصداقية وإلى كثير من الترتيبات التي حتى تصل يضمن وصول المساعدات إلى مستحقها. ننتقل إلى الخبر التالي في هذه الجولة. الأمة بالجزيرة يطالب بالتوزيع العادل لمقاعد البرلمان. نفذ حزب الأمة القومي بولاية الجزيرة يوم الجمعة وقفة احتجاجية بداره بمدني طالب فيها بالتوزيع العادل لمقاعد البرلمان القومي. ودعا رئيس الحزب بالولاية خلف الله أحمد الشريف بحسب وكالة السودان للأنباء، دعا للتوزيع العادل لمقاعد البرلمان القومي على أساس الكثافة السكانية بكل ولايات السودان. وأكد خلف الله أن توزيع مقاعد البرلمان على الولايات سيحقق شعارات الثورة المجيدة التي سطرها الشعب السوداني البطل وضحى من أجلها خيرة شباب الوطن، حيث بدأت شرارة الثورة من الولايات التي طالبت بحقوقها المشروعة في تمثيل البرلمان.
البرلمان القومي أول مجلس التشريع يعني كما نصت عليه الوثيقة الدستورية، البعض يرى أن هذا الموضوع أصبح شائك، يعني حسب آخر تصريح لقوى إعلام حرية والتغيير في المؤتمر الصحفي يفترض قبل يوم 17 أن يتم تكوين المجلس التشريعي اللي هو 19 غدا الليلة 16 بالضبط، وهنالك حديث عن أن هذا الأمر أرجئ هو وتعيين الولاة المدنيين إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام شامل وعادل مع حركات الكفاح المسلح. كيف تنظر إلى هذا الأمر الآن؟ يعني والله الأمر الشائك في هذا الأمر أن الحركات المسلحة كانت موقفها واضح، حركات المسلحة في الجبهة الثورية أو حركة عبد العزيز حلو، كانت حركة عبد العزيز حلو موقفها كان واضح جدا، بالإضافة إلى حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في حول هذا الأمر كان الموقف واضح جدا منذ البداية. أعلنت الحركات أهمية إرجاء تشكيل المجلس التشريعي وتشكيل الولاة المدنيين وتعيين الولاة المدنيين إلى ما بعد التوصل إلى اتفاقية السلام والحرية والتغيير، كانت تصر على المضي قدما في إكمال مؤسسات الدولة بتشكيل المجلس التشريعي وإعلان الولاة المدنيين، وجرت مشاورات كثيفة في أوساطها ورشحت بعض الأسماء لتولي مناصب في ولاة الولايات، ومن بين هذه الولايات ولاية الجزيرة التي أعلن عن القيادي دكتور إبراهيم القيادي في حزب الأمة القومي دكتور إبراهيم الأمين مرشح ترشيح شعبي يعني ترشيح حركة الشعب لتولي منصب والي ولاية الجزيرة، وسبقت هذه تحركات شعبية في ولاية الجزيرة بالتحديد بكثافة طوال الأسبوع الماضي والأسبوع الذي سبقه من أجل ترشيح إبراهيم الأمين لولاية الجزيرة. أيضا هناك تحركات في ولاية الخرطوم وحديث عن ترشيح القيادي في حزب المؤتمر السوداني دكتور إبراهيم الشيخ لتولي منصب والي ولاية الخرطوم وغيرها من الترشيحات في ولايات أخرى لكن يبدو أن العقبة الكبرى أمام هذه الترشيحات أو أمام الإعلان عن الولاة المدنيين والإعلان عن المجلس التشريعي، ويبدو أن صناع القرار في مجلس الوزراء وفي المجلس السيادي اقتنعوا تماما برؤية الحركات بضرورة إرجاء هذا الأمر إلى حين التوصل إلى حين التوصل إلى اتفاقية سلام، خصوصا أنه جولة إنه الآن عملية السلام تدخل في منعطف حاسم وتمضي إلى نهاياتها في القريب العاجل إن شاء الله. نتمنى أن النهاية تكون سعيدة، نتمنى على ذلك على هذا الشعب يعني. شكرا لك كثير، شكرا شرفتنا، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا أستاذ بليغ حسب الله مدير التحرير بليغ حسب الرسول مدير التحرير بموقع الشروق دوت نت. المزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم دائما زيارة موقعنا على الإنترنت الشروق دوت نت. نعم.